احنا دلوقتي عايزين نستفيد من وجودك معانا يا استاذ ابو العز، بس انا عايز اقرا شويه في الحريه والعداله، جريده الحريه والعداله، بيقول اليوم المرشح مرسي امام قصر عابدين و23 مؤتمر انتخابي بالمحافظات امام قصر عابدين. ومرسي برضو بيقول سأكتب على مكتبي بالرئاسة بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه لله. إلى الله. حضرتك هتكتب لنا إيه على مكتب الرئاسة وتقول لنا أول 100 يوم يا سيادة المرشح المحتمل، مش محتمل أكيد، سيادة الرئيس المحتمل، هتعمل لنا ايه في ال 100 يوم الاولى؟ طب خلينا المرشح المحتمل إيه؟ والرئيس الاكيد تبقى كويسه. المرشح المحتمل والرئيس إيه؟ وهتكتب لنا ايه على باب مكتبك؟ الكلام صدق الله العظيم. يعني ما هو المخلوع اول ما جه قال يا جماعه الكفن ملوش جيوب، ثم اتضح انه جيب الكفن ابتلع بلد بحاله. بس انا برضه الشعب لما ما يعودش رئيس الجمهوريه والله لما يعمل ايه؟ هيمشوه هيمشوه، سبحان الله كان يعني ولي شايف. ما هو لا بس ما كانش بيقولها عشان تصدقها بصحيح، وكان بيقولها كلام يعني زي الكفن برضه انه ملوش جيب ولا حاجه. بالظبط. على كل حال كلام قلت عليه جيوب. كلام الدكتور مرسي امام قصر عابدين ليه مغزى معين النهارده، وفكره السلاسل البشريه لها مغزى. انا اشوف اذا كانت البدايه مش صحيحة فالنتائج مش صحيحة، المقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة. إذا كانت المقدمات جاية بالتمويل وجاية باستخدام كلام مش عايز أقول حتى مش واصل لشعارات منسوبة إلى الدين والدين بريء منها، وهي تمثل عدوان على الدين وعلى الدنيا، فالنتيجة ما هي الصحيحة. وعلى كل حال الذي يتابع ما تم على الأقل منذ بداية الثورة حتى الآن بيقول أن كل المقدمات أو كل اللي عملوه نتائجه اللي احنا واقفين فيها دلوقتي محلك سر، وحنرجع مرة تانية من نقطة الصفر نعيد الكرة إذا بدأنا بداية صحيحة، وإذا لم نبدأ هتتجدد الثورة بشكل صحيح. طيب الميت يوم، الميت يوم على البداية اللي مش صحيحة تعمل ايه بقى في الميت يوم؟ في واحد قال احنا نرجع الامن في 12 ساعة او 24 ساعة، واحد قال انا هخلي البلد معقولة في 100 يوم. ده الفريق احمد شفيق قال انا في امكاني ان استعيد الامن لمصر في خلال 24 ساعة. ما هو جايب منطق رئيسه المعجب بيه اللي بيعتبره مثله الاعلى حسني مبارك، يعني بسرعة يرجع الامن المركزي والكلام ده كله والضرب والطوارئ والمعرفش واقهر واعمل، وهو رجل في هذا السياق يعني تقديري انه يغيب عنه العقل، لانه الذي كسر المجلس الاعلى رئيس مجلس الاعلى صعب يغيب العقل، دي مش كده يعني؟ لا 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 ليس في هذا في هذا السياق يغيب العقل والمنطق، مش العقل بس، لانه لما تقول لي انا هرجع الامن بالمعنى المقصود القهر، وهو الامن هنا مقصود انه اضبط الحكايه، هذه عملية يعني مستحيل ان حد يفكر فيها، لكن انك تقول لي انا هفكر ازاي نعيد الامن سوا او اسحب البلطجية، ما يقدرش يسحب البلطجية، دول مسجلين يا سيد العزيز. يعني لو الشرطة حبت ان هي تسحب البلطجية لا هي ما تسحبهمش كلهم. هي كلهم في الامر البلطجية صناعة وتوجيه حكومي دائم. لما تكون مش عايز استخدمهم خليك يا ابني بعيد شوية بيبعد، لان البلطجي بالعكس ده ضعيف، البلطجي ده في السياق الانساني شخص مجروح وضعيف، لما هم بيديله الفرصه بيخش في المظاهرات في الاعتصامات في البتاع بيعمل اللي يعمله ويروح امن وياخد مكافئته، دي قصه ثانيه. ياخد مكافئته طبعا. طلعش يعني في مكافاه يا سيدي، وبالتالي لو قطعت المكافاه مش هيطلع. لا وبالتالي لا ممكن يطلع برضه، بس هو بشرط انه ما يبقاش عنده توجيه روح اعمل واحنا هنسيبك. لا هو عارف انه ملطوط ويقدروا يجيبوه. بس خلينا نخرج من الحته دي سريعا، انا اقصد اقول انه الامن هنا نقطه مهمه والله يا استاذ ابو العز. انا بقول لك بالنسبه له الامن امر يعني يمكن احتمال كبير انه يبقى عنصر امن. الامن بالمعنى هو يا استاذ مصطفى الامن هنا ما هوش مجرد ضبط وربط وتحكم، الامن سياق عام مجتمعي، يعني الشرطه ما تبقاش هي اللي بتشغل دول، الفلول ما يبقوش هم اللي بيشغلوه، من يسموا برجال الاهمال بسيادتك والبلطجه الحقيقيين ما يشغلوش دولة، انه في الجانب الثاني ما يبقاش فيه اعمال مستفزه للجانب الاولاني، فالجانب الاولاني المتنفسين على العروسه كل منهم يشغل فريق اخر ضد الثاني، فتبقى في حكاوي الشعب هو اللي اعلى دماغه، ده لما يقف الامور تستقيم شويه. دي نقطه. النقطه الثانيه بالتاكيد في العين الحمراء لما بتبان للبلطجيه بيلموا نفسهم،
وايضا لما انت تبدا تمسك البلطجيه اللي هم بيقولوا عليهم نص مليون ده دكتور فندي، وتتعامل معهم انسانيا باعتبارهم ضحايا مجتمع سابق، وتتعامل معهم وتحاول تصلح حالهم وتديهم وظائف وتعمل عفو شامل زي الاقتراح اللي انا مقدمه عنهم وعن مئات الالاف اللي موجودين في الحبس او السجون في قضايا صغيره، واللي كان شيك واللي كان ده واللي كان ما اعرفش ايه، وتديهم عفو شامل وترد لهم اعتبارهم وتديهم صحيفه حاله جنائيه بيضاء، يقوم هو يقدر يندمج في المجتمع وتعمل مصالحه معاه. ما هو دول الضحايا، ان لم تتصالح معهم فنحن مجرمون. ودول ضحايا، لازم نعترف ان دول ضحايا، ما اتولدش واحد فيهم اقل مني ولا منك. فمئات الالوف من اللي جوه السجن واللي بره السجن والمشردين نفس الحكايه، وغيرهم على فكره. وجيت تضبط الامن، يعني انا امبارح ماشي في اسكندريه لقيت مئات الالاف فرشين في الشارع. فواحد بيسالني بيقول لي الحكومه تعمل في ايده لايه؟ تلمهم ازاي؟ قلت له لو لميتهم تبقى مجرمه. صحيح. قال لي ما لو سابتهم في الشارع مش هتمشي الناس. قلت له الاثنين ما ينفعوش. الحل؟ قلت له الحل الناس بسرعه نحاول نرتب اماكن بقدر ما نستطيع، لكن تشغيل الناس في عمل، تشغيل المصانع. صحيح. وده بقى الاولويات، تشغيل المصانع المتوقفه، تشغيل الخريجين اللي مش عارفين يشتغلوا، يعني معالجه اوضاع الفلاحين والحرفيين ممكن تبقى فيها مفتاح لبدايه التشغيل، خلق بدايه انتعاش. يا استاذ مصطفى، الثوره كانت لحظه انهاء لحاله احباط وتفجير لحاله امل. هي الثوره كده، محبطين محبطين محبطين، طقينا كسرنا اللي قدامنا، انفتح باب الامل. صحيح. اتفتح باب الامل، بنتحمل فتره من الوقت. في هذا السياق ياتي موضوع الامن. بس الفتره دي قد ايه يا استاذ ابو العز؟ يعني لا هي الفتره هل هتطول ولا ممكن تقلب؟ لا لا لا، الفتره كان من الممكن ما تغيبش ولا ثانيه واحده. لو ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه قد احسن مهمته زي ما احنا تصورنا ورجينا هذا، كان من اللحظه اللي مسك فيها من الساعه 6 و5، هو مسك الساعه 6، الساعه 6 و5 كان من الممكن انه عشرات ومئات المواقع الحكوميه وغير الحكوميه تكون تحت تصرف الضباط ومؤمنين على كل اللي فيها من مستندات ووثائق والكلام ده كله، والامور تتلم، كل الذي افسد يتلم. ما يبقاش زكريا عزمي في لا يقعد ثلاث اشهر يرتب ويعمل كل حاجه. هذه الجريمه، عشان كده ما تسالنيش السؤال قد ايه، السؤال كان ممكن في لحظتها. خلينا في اللحظه اللي احنا فيها لو سمحت. انا عايزك 6 و5 انت لما هتخش القصر الجمهوري الساعه 6، 6 و5 هتطلع قرارات ايه؟ لا ان شاء الله يبقى الزفه يعني عقبال ما يوصل هيوصل على 6 بعد المغرب. ايه القرارات اللي هتنزل؟ اول قرارات للشعب المصري، مهم جدا الشعب يعرف اول ما الرئيس هيخش في ال100 يوم الاولانيين. احنا بنقول اول ما هتخش يا استاذ ابو العز ايه القرارات اللي انت هتاخدها؟ ال100 يوم الذي تبدا فيهم وليس التي تنجز فيهم الكثير، لانه اذا البعض تصور ان رئيس الجمهوريه ده جاي كل حاجه في ايده يبقى مش صحيح. اذا ما عندوش قوة مناوئة ليه في المجتمع أو مساعدة ليه في المجتمع يبقى تصور مش صحيح، لكن هو يستطيع أن يعني مجموعة من القرارات أو على الأقل التوجهات ويطلب من الجميع أنهم يساعدوا معه فيها. واحد مثلا، نحن نعاني من انفلات في الأسعار نتيجة وضع احتكاري موجود. هذا الوضع الاحتكاري بيرفع سعر السلع أحيانا إلى ضعفها أو أكثر من ضعفها، يعني اللي بيبيع الحاجة من 3 جنيه بيبيعها ب 5 جنيه ب 6 جنيه أو 7 جنيه، هو ملوش حق ياخد ازيد من 3 جنيه. البعض كان معايا في امبارح او اول امبارح في مناظره فقال ما هو ده التسعير معناه تحكم. قلت له لا مش تحكم. قال لي ما هوش اقتصاد حر. قلت له احنا كان عندنا اقتصاد حر عشان يبقى عندنا اليات وفي الشفافيه والديمقراطيه والانتخابات اللي تهذب الحكومه وتقلمها وتغيرها وتجيب غيرها، وبالتالي تعمل مصانع ومنشات عشان يبقى في منافسه. ما فيش اقتصاد حر بدون منافسه. ما دام ما فيش منافسه يبقى في تحكم، ما دام في تحكم يبقى الدوله لازم تتدخل في الفترة القادمة بعدة أشياء. واحد، فكرة التسعير، الناس مش عاجبها، طب نطرح القضية على المجتمع. التكلفة بتاعت دي 2 جنيه، أنت تبيعها ب 5 جنيه ليه؟ بس في اتفاقيات دولية المفروض مصر ليس صحيحا أن هناك اتفاقيات. هذا ما يقولوه يعني. ليس هناك أن هناك اتفاقيات دولية في العالم كله تؤدي إلى استغلال الناس. على الاطلاق في اتفاقيه التجاره العالميه، ولا اتفاقيه التجاره العالميه لها شروطها. ما هو التطبيق في التجاره العالميه ايه؟ ان في منافسه. اذا انا وجدت في مجتمعي لظرف تاريخي بعد بدايه ثوره زي كده ان ما كانش عندي منافسه وكان عندي احتكار، فده وضع محلي انا اعالجه بما يتفق مع الوضع المحلي دون
أن أهدي الحق للتاجر ولا المنتج في أنه حقق ربح، إنما إذا تزايد الربح عن حدود معينة يتحول إلى استغلال. دي نقطة يعني، ولو تم ده على فكرة تقريبا أنا قلت قبل كده متوسط الأسعار بشكل عام ينخفض إلى ما يقارب النصف، ومعناها أنك أنت ضعفت الدخل أو ضعفت القيمة الشرائية للفلوس اللي موجودة مع الناس، سواء الناس اللي بتصرف أو الحكومة في الإنفاق العام بتاعها، وبالتالي اللي هيتوفر من ده هيبقى جزء من الإدارة. الحاجة الأخرى، إيه أبرز سلعتين ثلاثة كده حضرتك شايف فيهم ضبط الأسواق؟ في ضبط الأسواق هدي لك أمثلة، يعني هدي لك أمثلة يعني واضحة أول للناس. هجيب الحاجة الواضحة عند الناس. إحنا في وقت من الأوقات كان الحديد المفروض يتباع ب 2750 جواهم 700 جنيه في كل طن دعم وقود، كان بيتباع ب 8600 جنيه. يعني في فرق فوق سعر البيع اللي جواه 700 جنيه دعم 5850 جنيه. ما حدش يقدر يقول لي لا ده ربح ولا ده حاجة، ده يعني عملية سرقة بقرن غزال السلطة للناس كلها، بدليل ان لما فتحنا الاستيراد هو نفسه اضطر بسيادتك اللي جاب منه الاسمنت. وانا عايز اشيد بموقف الجيش، انه لما الجيش نزل الاسمنت بتاعه باعه في السوق اقل من سعر الشركات الاجنبية ب 200 جنيه، والشركات نفسها بتصدر للخارج اقل من سعر السوق ب 150 جنيه، وبتصدر اكثر بقى كارثية حاجة اسمها الكلينكر، يعني اسمنت ناقص بس شوية جبس. يعني معنى الكلام ده ان انت مش هتعترض استاذ ابو العز على موضوع ان النهارده، لا اصل النقطه مهمه، هو قال الجيش نزل بالاسمنت بتاعه. في ناس كتير من المرشحين بيقولوا لا الجيش ليه الدفاع وملوش ان هو يعمل قلعه صناعيه. لا 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 لا. اما الداخل فانا حله، والا اسلم الدوله كلها بقى يقوم بكل الاعمال. لا يا استاذ ابو العز، يا استاذ ابو العز، يعني في النهايه شوف البرامج الانتخابيه نهاية على احنا لسه في البدايه. بعد اذنك نقطه دكتور مأمون اصله يعني الحقيقه يعني ما خدش الفرصه، مش هنبقى برضو يعني استاذ ابو العز رمز وطني، لكن في النهايه في الانتخابات الرئاسيه ما بنطبطبش على حد، ده كلام واجهه حقيقيه. الفكره انه اي نظام لا بيحيا لا بالاسعار ولا غير الاسعار. أي نظام تعلمناه في كل الدنيا هو أن النظام لديه قبول لدى المجتمع، أن هناك شرعية للمؤسسات وقبول وتراضي بين الحاكم والمحكوم، ده اللي بيؤدي لاستقرار طويل المدى، وليست الأسعار أو العمالة أو غيره، دي ده جزء يعتبر في البروسيس أو في العملية الإجرائية التي تؤدي إلى هذا الاستقرار الكبير والنهوض بالمجتمع إلى مستوى أعلى. ده يخص الرؤية، رؤيتك للدولة القادمة. يعني عايز أعلق على النقطة الأولية لأن حضرتك حطيتها في سياق آخر لو سمحت. لا بس خلص السؤال. الناس بتوع الشركات بيسموها الفيجن، الرؤية الكبيرة، وبعد كده الميشن اللي هي الجزئية التنفيذية، أنك أنت بتنفذ برنامج تنفيذي يخدم على هذه الرؤية الكبرى. يعني لدينا دلوقتي كان في نموذجين للحوار في الدولة المصرية القادمة، يا إما نموذج إيراني من خلال الإخوان اللي هو في مرشد أعلى وفي رئيس طرطور، او في الحوار بين المشير وبين السفيره الامريكيه. المشير كان له تجربه في باكستان في السبعينات كملحق عسكري، والسفيره الامريكيه كانت جايه من باكستان فشايفه مصر برضه في اطار باكستان. اي مصر انت شايفها؟ ايه الصوره؟ ايه الدوله المصريه القادمه شكلها؟ اول حاجه، وبعد كده ندخل في الاسعار اولا انا عايز اقول ان الشرعيه والقبول مرتبطه برضه بطريقه تسيير الامور في الداخل، او حاجه اللي انت عايزه لو سمعت لي. الحاجه الثانيه انه النموذج الايراني ما هوش النموذج الاخواني. النموذج الايراني في النهايه ايا كان راينا فيه والشيعة والكلام ده كله، هو نموذج ثوري، نموذج بيبني بلد بصرف النظر برضه عن التحكم والديكتاتوريه، لكن في النهايه انت عارف برضه تجربه هتلر مثلا مرفوضه في نزيته، لكنه كان وطني وبيبني بلد. موستيني كان لا انا بسال في حته بتاعت الرئيس له قياده اعلى أنا منه بتحكم. انا جاي لدي لو سمحت، يعني انا جاي لدي لو سمحت. انا جاي فهناك نظام متكامل من تحت لفوق لعند الملالي متكامل، لكن سياقه كده. والحسن بن صدر كان ليه تصريح مشهور قوي، قال كل احنا كنا نيجي يعني نزود شويه في اتجاه العداله وحاجات زي كده نلاقي نفسنا رحنا للمانيفيستو الشيوعي. بسيادتك يعني الناس واضحين هناك، اللي هنا نظام طفيلي
الملال اللي هنا دولة طفيلي احتكاري بناء لنظام السادات، فما تشبه ليش ده مع ده، لأنه أنا ضد الحكاية الشيعية بسالتك كنظام، لكن برضو ما أقدرش أخون ضميري وأقول إن اللي بيحصل دلوقتي أو اللي شاركوا بصنع السادات مبارك هم هيبقوا زي الملال بتاع إيران مع رفضي للإيرانيين كنظام. بس خلي النقطة الثانية، أنت عايز تشوف المجتمع هنا نظام الدولة يبقى إيه؟ نظام الدولة مدنية ديمقراطية، دولة مختلطة من حيث الموقع الرئاسي، يعني النموذج الفرنسي الرئيس له نص الصلاحية ورئيس وزارة نص الصلاحية، في مجلس دستوري يتحكم في الأمور أو يضبطها إذا ما خرج الرئيس أو مجلس وزراء عن مقتضيات معينة، ومساعد أيضا للاثنين في حالة اتخاذ قرار معين أو ظروف طارئة تضع المجتمع من في كفة، وأيضا الحوار مع المجتمع. والنموذج بتاع ده أنه لما لوبان كان بيعيش بعيد مع شراك، ومعروف لوبان اللي هم متطرف ضد المهاجرين والمسلمين والكلام ده كله، المجتمع الفرنسي كمجتمع متحضر كله وقف مع شراك عشان يساندوا لهزيمة هذا النموذج المتطرف. يعني في مجتمع آلياته متكاملة مع بعض وثقافته متكاملة، دي قصة عشان كده مش هنقدر نقيس الأمور بالكامل. لكن احنا هنا نقدر نعمل ايه؟ هتعملوا ازاي بقى النموذج؟ نصح اولا ناخد بالنظام ده كهدف، ثانيا عشان نوجده نصحح آليات خلقه، يعني يبقى في حريات حقيقية، في ديمقراطية حقيقية، انتخابات صحيحة، في مراعاة لحالة اننا ما تنقلناش الديمقراطية والشفافية، وان لسه التزوير مرض متوطن في كينونة المجتمع ودولته وبنيان الدولة نفسه، وبالتالي نشوف الوسائل اللي تقربنا من هذا. لعله مثلا في انتخابات الرئاسة انا كان لي اقتراح في 2005 انها ما تتعملش كلها في يوم واحد، تعمل على ثلاث مراحل زي مجلس الشعب عشان نضبط الامور شوية، انه يبقى في حوار حوالين الحكاية سابق قبل منها للبرامج والشخصيات وتقديم وفتح التمويل الاجنبي والمحلي والكلام ده كله، بحيث ان الكلام اللي طرحه الاستاذ مصطفى في الاول المواطن يستبين ايه الحكاية بالزبط. اللي بيصرف فلوس دي بيصرفها ليه؟ وبعدين بدل ما يصرف فلوس يصرف وقت يقول لي برنامجه ينفع ولا ما ينفعش، ويقول لي تجربته بتاع امبارح وخبرته هي ايه، السي في بتاعه الوطني والاقتصادي والاجتماعي هو بايه. دي نقطه. النقطه وبالتالي انت مطالب وانت بتتصدى لقمه العيش انك تحط اسس لاداره لآليات ديمقراطيه شرعيه تدير المجتمع عليها، تتسق مع الآليات الدوليه عشان ما تبقاش شاذ عنها وياخدوا منك مواقف فيعكسوك ويقطعوك ولا حاجه. ده يقتضي انه يبقى في حوار مع المجتمع، ويقتضي انك انت ما تخشش كرئيس جمهوريه في خصومه مع اللي انت موجود معاهم دلوقتي في خصومه. يعني لو انا بقيت رئيس جمهوريه دلوقتي هوقف خصومتي مع الاخوان ومع ده ومع ده ومع ده، واحولها الى اداره حوار، واستخدم او اوظف اليات المجتمع لاداره الحوار، لان انا عايز اقرب بين المصريين، اعمل نوع من الحوار المشترك اللي يخليهم يقربوا من نقاط التقاء متزايده. كل ما اقتربنا من نقاط التقاء متزايده واتضح للناس نقاط الخلاف وقد ايه مرفوضه او مقبوله، الناس تبقى طرف في هذا الموضوع. انا عايز انقل لمجتمع يقود، ولذلك الرئيس من وجهه نظري هو مايسترو يقود سيمفونيه متكامله على بعضها، ما هو الشخص المتحكم ولا الرئيس الملهم ولا القائد ولا الزعيم، الكلام ده كله كلام انتهى. ده بالنسبه لي كيفيه اداره الامور. بعد طيب. كده هتيجي انت للمستهدفات الحقيقيه. عندك اقتصاد منهار، تشوف اولا تعمل لملمه للاقتصاد اللي موجود قدامك، عندك اموال كتيره مبعثره وحاجات ما هياش مستخدمه كويس يساء استخدامها، وعندك اقتصاد مهدر في الزراعه وفي غيره عدم تصنيع زراعي، وعندك انتاج بيطلع سيء ما هوش جيد وبالتالي لا يصمد امام المنافسه الاجنبيه، وعندك تكرار صناعي في حاجات بتدمرك. كل ده لازم تبدا المعالجه فيه. لازم تعمل اقتصاد على ثلاث رجلين، قطاع دوله اللي هو القطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع الخاص، دون تمييز لقطاع على الاخر، وان تستوعب الجميع، وانك تعمل نظام شفافيه جيد وسرعه في الاجراءات وحسب، بحيث انه اللي يجي لك يستثمر حاجه، يعني في احدى الدول الخليجيه مثلا يقال انك ممكن خلال ربع ساعه تروح تطلب كراسه تلاقي الاماكن اللي متاحه، الصناعات اللي مطلوبه، المجالات اللي مطلوبه، وانت قاعد بتشرب واحد شاي تلاقي ده قدامك تخلصه. طب انا عايز في الحته الفلانيه، ورقك ممكن كله يخلص في ربع ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه وتنتهي والامور تستقر. عايزين نعمل ده في مصر، واحنا بنعمل ده في مصر عايزين يبقى فيه مجالات محدده ومدروس. الدراسه والمجالات دي مش هتعمل في يوم وليله، عشان كده الاكذوبه بتاع ال 100 يوم دول نوع من التلاعب بمشاعر الناس وبموقفها. صحيح. انت النهارده عندك مجتمعين، مجتمع في الاسكان، عندك تلت العقارات اللي موجوده النهارده القديمه
قايل الانهيار خلاص، والتلت الثاني عايز ترميم، والتلت الثالث من القديم هو لسه حلو شويه. لكن جنب ده كله يا دكتور احنا عايزين مجتمع جديد يستحمل 90 مليون في خلال 35 سنة، وانت بتخطط لده وعايز تبنيه وتشوف اماكنه فين وتدبر له مالياته والمية اللي تجيله والارض يعني ده عمل ياخد له سنة ولا اتنين على ما تخططه كويس وتبدأ فيه. لكن كل الامور لازم تبدأ في وقت واحد. هل احنا عندنا كفاءات تعمل ده؟ انا رأيي مصر مليانة بالكفاءات الداخلية والخارجية، وان لم يكن هذا متاح في حد ذاته في العالم كله قدامك ما هيبقاش فيه مشكلة. عندنا تعليم نحاول نبني الناس فيه بشكل صحيح، لأنه أهم استثمار هو استثمارنا في التعليم. إحنا النهاردة بنصرف فلوس على التعليم ونرميها جنب الحيطة لأن الولاد ما بيشتغلوش، وحتى اللي بيشتغل في الغالب بيدرب نفسه من جديد عشان يصلح أو ما يبقاش نافع. يبقى أنا بصرف عليهم ليه؟ يبقى اللي هجود به التعليم بتاعي لازم موجود. ما في شركاتي ملهاش علاقة بالبحث العلمي، كله بيجيب الحاجات مستوردة، التكنولوجيا مستوردة، يشغلها إذا شغلها ويسيبها بخبراتها موجودة مع الأجانب. أنا عايز أعمل ده في الداخل، عشان أعمله لازم منظومة الدولة على بعضها قطاع عام وقطاع خاص وتعاوني لازم تبقى متكاملة بأنها تخلق هي كلها صاحبة مجتمع. إذا أنت أشعرت الجميع إن هم أصحاب هذا المجتمع وشركاء فيه ومسؤولين عنه. طيب استاذ ابو العز، تعرف التخطيط التاشيري بتاع فرنسا لما كان في مرحله من المراحل وفي مثلا صناعات معينه طويله المدى في الربح في البتاع في الكلام ده كله، فكانت بتعطى ميزه اعفاءات جمركيه او ضريبيه، بس اللي يعمل الصنعه دي اللي يخش في المجال اللي ما حدش بيخش فيه ده، فانت توجه الصناعه بشكل او باخر. احنا محتاجين ده، محتاجين نخطط لبلدنا يا جماعه. انا عايز الشاب في المدرسه وفي الجامعه يعرف بلده محتاجه النهارده ايه وبعد 30 سنه ايه وبعد 50 سنه ايه، ولو ما يفهمهاش بالكامل بس يبقى عنده ادراك بلده عايزه تروح فين. اذا ما عملناش كده الشركات الكبرى في العالم